أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أثار الرافضة حديثا في صحيح البخاري في الحوض أن الصحابة رضي الله عنهم يردون عن الحوض حتى لا يبقى منهم إلا مثل همن النعم، وقالوا إن لفظة همن النعم دالة على قلتهم وأنهم ارتدوا كما أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، فهل هذا استدلال صحيح وما ردكم عليهم؟ الذين ارتدوا هم الرافضة وليس الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على الإسلام وماتوا عليه إن شاء الله، والذين ارتدوا عدد قليل من الصحابة. الردة في غيرهم، الردة في غيرهم أكثر، وفي الرافضة أكثر وأكثر. أما الصحابة فإن الله أكرمهم وثبتهم على دينهم ولا عرف عنهم ردة إلا أفرادا قليلين، وبعضهم تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام مثل طليحة الأكدي، تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام، نعم، وقاتل في سبيل الله واستشهد.